السلام عليكم، السلام عليكم مرة أخرى، تحية لكم جميعا. والدرس جديد إن شاء الله، درس جديد. هذا الدرس هذا هو أغنية الأمة، أغنية الأمة، ما باقي ما يعشق يا خو الحالة توريك معروفة. قبل ما ندوز الدرس هذا بغيت نذكر الإخوان اللي الكومنتير ديالهم اللي كيطلبوا الدروس بلي نوت، متفق معاهم، متفق معكم، لاننا انا كنقول للاخوان الاخرين، الشباب الاخرين والاخوان اللي لا مبتدئين، حاولوا تغتنموا الفرصه وتعلموا الموسيقى في اليوتيوب. راه كاين الموسيقى في اليوتيوب، كاين لي نوت، تعلموا لي نوت، دو ري مي فا سولا سي دو، تعلموا لي نوت، تعلموا المقامات، العجام، الرست، تعلموا المقامات باش لا شديتوا الاله تلعبوها بلي نوت. انا متفق مع الاخوان اللي كيقول لك ودي عطينا لي نوت، متفق معاهم. انا كندير الخاطر هكا وندير الخاطر هكا، ما كنحاول، ولكن في الحقيقه خصني نعطي الدروس بلي نوت باش نشجع هذوك الاخوان الاخرين المبتدئين باش يدخلوا يتعلموا لي نوت. انا نعطيكم ملخص، نعاود نعطي ملخص على، وحاولوا ترجعوا الدروس الاولى السابقه، الدروس السابقه راه فيها بعد الدروس على الموسيقى. وانا غادي نعاود ملخص. دابا البانجو هو هذا، البانجو في سي كورد، كيحتوي على خمسة الكوردات، محيدة البروميير، من مي محيدة البروميير الاولى، ما كنلعبوش بها الغيوان، كاين غير الدوزيام والتروازيام والكاتريام والسيكيام والسيزيام، هما اللي كاينين. الكورد الدوزيام اسم ديالها خاوي، اسم ديالها دو 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 دو. دوزيام كورد خاوي سميتو سول. تروازيام كورد خاوي سميتو غي. كاتريام كورد خاوي سميتو لا. والسانكيام كورد او اللي كنقولو حنا السيزيام الا كانت الكورد الاولى سميتو سول. اذا سول في دوزيام كورد وسول في سيزيام كورد الاخر. وانتم غتبعوا، ما غادي تحفظوا، ما غتشوفوا لي نوت دو ري مي فا سول سي دو، غادي تحفظوا سهله. بحال دابا نمشيو للكورد الاولى، غنقولوا مثلا دو، الشبع دو ري انطو، انطو هو تنقص كاز، نقص كاز تمشي لانطو. انا كنشرح، اسمحوا لي الناس الموسيقيين قاري الموسيقى، انا كنشرح بطريقه سهله للاخوان المبتدئين فقط. غنقصو كاز، غندوزو للدوزيام كاز غي، من غي مي ان طون، كذلك غنقصو كاز غنمشيو للمي، المي فا ان دومي طون، غنمشيو للمي فا ما نقصوش كاز، غنخليو الكاز اللي حداها الفا، فا سول ان طون غنقصو كاز، لا سول لا ان طون، لا سي ان طون، سي دو ان دومي طون. اذا ان دومي طون كاينين جوج، مي فا و سي دو، هذه الطريقه. كذلك دوزيام كورد، غتشوف دوزيام كورد كذلك سول تبعها لا ان طون، سهله. المهم دخلوا انا ننصحكم دخلوا اليوتيوب، كاين بعض الاساتذه كيشرحوا احسن مني انايا وكيوضحوا المسائل، كيوضحوها اكثر. هذا ما يخص بالنسبه لي نوت ديال لي كورد. ما يخص التساويه، راه كاين واحد 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 اكوردور تيليشارجيو من البلاي ستور، اكوردور، اكوردور هذاك كيساوي كل البانجو، راه من دروب دو غتعطيك الدو، دروب غتساوي غير تورك على الدو غتعطيك هذيك الخضره هي الدو، غدوز للسول تورك على السول غتبقى تقلب غتعطيك السول. سهله سهله، اكوردور سهله، هذيك ديال التساويه سهله باش تساوي البانجو ديالك، ما كنتيش عارف تساوي وتخدم. ندوزو لدرس الامه. كتبدا من دو، دو سي بيمول دو،
دايما طلع الله صول 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 والفا، وتجبدها من تضرب واحد النوطه الضو فوق الضو فا، كتبقى غادي هنا الكلام كيتبدل. انا غنلعب عليكم سامبل، نلعب عليكم بطريقه سامبل، وغادي نغني واحد المقطع ديالها، ومن بعد نتوما حاولوا تصنتوا ليها، فصنتوا على الناس الغيوان، تصنتوا الاغنيه مزيان، وغتجيكم سهله حتى في العزف. اللي تصنتوا ليها مزيان وحفظتوها راه غتجيكم سهله في العزف، وهي راه سهله ماشي واعره. الطريقه اللي كندير انايا شحال واحد كيقول لي كتزوق، لا هي ما كتحفظ الاغنيه، كتزوقها كما بغيتي نتايا، كتزوقها كتجيك سهله. كان بالحق لعبها في الاول حفظها ثقيله، عاد من بعد بدا تزوق، بدا تلعبها وتزيد لي نص. وفيها الكلام، فيها الكلام. انا دابا غير نوريكم الاغنيه فقط، اما الكلام راه محفوظ، راه اللي حافظ الكلام راه حافظه، واللي ما حافظوش غادي يحفظه، غيشوف الكلام يجبدو كاين في الانترنت. اللي ما عندوش كتاب ديال الناس الغيوان ديال اغاني كلام الغيوان، راه كاينين كلشي الحمد لله في جوجل. دخل جوجل دير كلام الغيوان، راه غادي يطلع لك كاع الاغاني ديال الناس الغيوان اللي بغيتي، اي اغنيه حبيتي راه غتطلع لك. كنتمنوا الدرس يروقكم ان شاء الله، تحيه لكم، تحيه مره اخرى. واللي بغى يشاركني في القناه راه كاين اخر الصفحه غتلقاو اخر فيديو غتلقاو الصوره ديال القناه ديالنا ان شاء الله، وشاركونا ان شاء الله، وبارطاجيو ان شاء الله. تحيه لكم، وان شاء الله بدروس مقبله جديده ان شاء الله.